أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أكد على مواصلة العمل على تحفيز البيئة الاقتصادية والاستثمارية والتوسع في استقطاب الاستثمارات من خلال الترويج للتسهيلات الممنوحة في إطار البنية التشريعية والتنظيمية المتطورة للقطاع الاقتصادي في مملكة البحرين وارتكازها على مبادئ التنافسية والعدالة والاستدامة والتي بدورها تسهم في خلق المزيد من الفرص النوعية أمام المواطنين وخدمة الأهداف التنموية. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر الرفاع اليوم بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة مع رئيس السيد يوسف علي رئيس مجموعة لولو مشيرا سموه إلى تعزيز الجهود نحو دعم الحركة التجارية والاقتصادية بقطاع التجزئة في مملكة البحرين خاصة مع تنامي هذا القطاع في المملكة. وأعرب السيد يوسف علي عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على فرصة اللقاء بسموه والاهتمام سموه المستمر بتطوير بيئة الأعمال والاستثمار في مملكة البحرين.